اكتشفت ده امتى؟ اكتشفته بصراحة أنا بنتي دايما كانت بتحط لي سبوت كده على حاجات معينة، لأن احنا عندنا بيئة يعني سوية في إن هي بتقدر تقول الحاجات اللي مش عاجباها فيا، فهي بصراحة اللي دلتني إن أنا أغير حاجات كتيرة في نفسي أنا ما كنتش واخدة بالي منها. هي كانت مرايتي الصادقة، لأن للأسف الشريك مش دايما يكون مرايتك الصادقة، لأن أنت كمان مرايته، فبتتقابلوا أنتوا الاتنين في عيوب يعني بعض. انت في الاختيارات بتاعتك كلها عموما كان نفس الستايل بتاع الشخصيات، لا طبعا، يعني الاولاني مختلف عن التاني عن التالت. الاختيار بيبقى حسب مرحلتي انا، لان انا شخص متكرر، مش اوكي. متكرر، شخص متطور. ممكن دلوقتي انا عندي منتاليتي معينة، طريقة تفكير معينة بتتغير، فاختيارك الجديد بيبقى حسب المرحلة لكن الجديدة. مش نفس الغلطات لا لا ومش نفس الاختيارات اللي لا تؤدي إلى ابدا، نفس النتائج. لا لا طبعا، لا، مختلفة تماما حسب المرحلة اللي انت فيها. طب وبتسمي نتيجة الانفصال إن هو نفس النتيجة؟ يعني الانفصال مش هو نفس النتيجة في الأول وفي الثاني؟ وإحنا وصلنا لنفس النتيجة. لا، ما بتعرفيش النتيجة غير مع نفسك، لما بتقعدي مع نفسك بعد ما بتطلقي، أو بعد ما بتقرري تبدأي حياة جديدة مع نفسك. أوكي. كان عندك تجربة أولى صعبة وتجربة تانية كانت ناجحة لمدة 10 سنين، ثم أو يعني خلينا في التجربة الأولى، كنت منتبهة لإيه، ولا في التجربة الأولى ما بنبقاش منتبهين أصلاً؟ لا، التجربة الأولى طبعا يعني بترجع، يعني السن بيبقى صغير، الخبرة بتبقى أقل، في حاجات ممكن تبهرك أنت أو يعني تاخدي بيها وتعتمديها وتعتبريها، تاخديها بعين الاعتبار، يعني ممكن ما تاخديهاش بعد كده خالص وتبقى مش فارقة معاكي خالص في الاختيار التاني. وغالبا بتبقى الاختيار التاني ده بيبقى دايما ناجح. انا في نظري يعني كان من انجح العلاقات لو كان استمر. ممكن يعني تقولي ليه من وجهة نظرك؟ وانا متفقة معاكي على فكرة، لان دايما الاختيار التاني بيبقى من انجح الاختيارات. ليه؟ وما تقوليليش بس عشان احنا كبرنا ونضجنا، لا، فيها حاجة تانية. في مرحلة بتدركي فيها قيمة الحاجات، بتدركي فيها قيمة يعني الصفات الكويسة أو الصفات أنت تتفقي مع الشخصية دي ولا لا، بتحكمي صح. هو بيبقى يعني مش ملهاش قاعدة، ممكن يعني تكون لأني حددت أنا عايزة إيه. أنت حددتي أنت عايزة إيه، وغالبا ده هو ده اللي بيكون اللي أنت هترتاحي له وهتتعايشي معاه كويس، والعلاقة دي ممكن تستمر ولا لا. أول حاجة أنت بتشوفي، أول حاجة الست بتحس بيها ان العلاقه دي هتستمر ولا لا، ريجاردلس بقى هي بقى استمرت فعلا ولا لا، بس هي ممكن تبقى علاقه ناجحه جدا تستمر بدل الحياه. انت مش عايزه تفشلي تاني، مفيش واحده ست بتتجوز تاني عايزه تفشل. لكن ما نقيتيش صفات مشتركة ما بين الأول لا لا والتاني لا 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 خالص، لا لا كانوا النقيض. completely different. ما اه يعني يعني هي بقول لحضرتك هي مش ملهاش علاقه بال يعني اختياراتك في الاول مختلفه خالص عن اختياراتك. بس انا ليه بس السؤال ده؟ على اشوف لو في مثلا نقطه حاجه مشتركه، مثلا يعني مثلا انه يبقى حلو، ما هو دي برضو من ضمن الاختيارات، انه يبقى لسانه حلو وجذاب وكده وبيكلمه، يعني فدي طبعا حركات مشتركه. دي حاجات صفات عامه في اي حد. انت مش تعرفي تقعدي تتكلمي حتى مع حد انتوا مفيش حاجات كومن لا، بينكم. بس بيبقى في انا عايزه واحد طيب، انا عايزه واحد مثقف، انا عايزه واحد جذاب، انا عايزه واحد غني، انا عايزه واحد حنين، انا عايزه واحد رومانسي، لا انا عايزه واحد يحقق لي احلامي، مش مهم في شخصيات رومانسيه. يا سهير، في شخصيات لا يمكن يبان عليها طبيعتها وحقيقتها غير لما بتعشري، زي الشخصيات النرجسيه مثلا. الشخصيه النرجسيه انا بقيت يعني اعرف دكتوراه، دكتوراه ومع ذلك بتقعي فيها؟ لا، بقيت اكتشفهم بسرعه بقيت وبسهوله. بعد ايه؟ بعد يعني بعد اللي انا شفته، يعني في عرفت بقى، درست في الجوازتين؟ لا، في لا الأول. لا الاول في يعني الاولانيه؟ يعني في الاولانيه اكتشفتي، اتعلمتي انك تقري ما الشخصيات. كنتش اعرف يعني. لازم فعلا، انا قلت كده قبل كده على فكره مفيده، ولازم فعلا الناس تعرف الفرق، ولازم تقرا ولازم صح. تتعلم، لان انت
يعني احنا موجودين عشان نقرا ونتعلم. اما هتعرفي منين؟ مش لازم تدوسي في التجربه وتاخديها للاخر وتتوجعي وتقعي وتطلعي منها تتعافي في سنين عشان تاخدي تجربه ثانيه. صح. انت بتتعافي يعني التجربه الفاشله انت بتلحقي نفسه بيجنبك حاجات كتيره جدا، فما تدخليش في قصه الانهيار والتعب بالظبط. انت 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 العلاقه الفاشله إيه لو حد مأثر فيكي جدا او في بينكم ارتباطات او في بينكم ايا كان النوع الارتباط، في اولاد مثلا في بتاع، بتبقى الموضوع مش سهل خالص. تقعدي تتعافي بقى سنين عشان تعرفي تبداي حياتك من اول وجديد، وتعرفي انت كنت فين وعايزه تروحي فين.